شلونكم اعزائي المشاهدين، حلقه جديده من برنامجكم حكي عراق. تقدرون تشوفون كل حلقاتنا وكل برامجنا على المواقع اللي حتطلع هسه في اسفل الشاشه، على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بالانستغرام والفيسبوك واليوتيوب، وايضا تقدرون تتواصلون ويانا على موقعنا الخاص www.صوتالمستقبل.com. العنف الاسري يعني موضوع مهم جدا، وهو احد يعني اليوم احنا نريد، عندنا مشكله بالعراق بصراحه، عندنا ارتفاع في حالات الانتحار، ودا نتكلم على حالات الانتحار واسبابها، وليش الشخص خاصه الاعمار الشابه اللي ممكن هو يكون ضحيه في مرحله اللاوعي فكره بسبب ضغوط مختلفه. ابرز الاسباب هي العنف الاسري، واخيرا اليوم احنا نشوف بالسوشيال ميديا كثير من الاشياء اللي تصير عندنا، واخرها يعني حادثه المرحومه ملاك في النجف الاشرف، وايضا بسبب التعنف الاسري اللي تعرضت له المرحومه. اليوم حنتكلم عن هذا الموضوع، حنطرح كل اسئلتنا مع الدكتور النفسي الدكتور اسامه عباس. اهلا وسهلا بك دكتور. بالبدايه اريد اسالك، ليش بهالفتره بالذات بدنا نشوفك تزايد بحالات العنف الاسري، وبدنا نشوف حتى صداها بالسوشيال ميديا؟ اهلا دكتور مصطفى. بالنسبة لموضوع العنف بصورة عامة هو موجود في كل الأوقات، يعني مو محدد بهذه الفترة. قد تزداد موضوع العنف في هذه الفترة بسبب الحظر المنزلي اللي قد يسبب تماس مباشر بين الأشخاص لفترة طويلة، اللي طالت هاي الفترة والحجر الصحي في كل دول العالم، فقد يزداد موضوع العنف المنزلي أو العنف في هذه الفترة. طيب دكتور أسامة، يعني بحكم خبرتك وأيضا درايتك بمختلف الحالات اللي تصير عندنا بالعراق، من هم أكثر فئة يتعرضون إلى العنف الأسري في العراق؟ بالنسبة إلى موضوع العنف، قد يكون العنف متبادل، يعني قد يكون العنف من الرجل على المرأة، أو من المرأة على الأطفال، أو قد المرأة تضغط على الرجل بأمور معينة بسبب تواجدهم الطويل بالمنزل. لكن بصورة عامة قد يكون الأساس بالعنف من الرجل اللي هو أقوى للمرأة اللي هي أضعف، أو من المرأة على أطفالها قد يزداد في هذه الفترة. طيب دكتور، يعني الشخص اللي تعرض لعنف أسري بالبيت، يعني وين يروح، وين يلجأ؟ احنا نشوفك ناس يعني ينهزمون من البيت، أو ممكن يعني أكو أحد قريب يدرون يلجأوا له. يعني برأيك الشخص اليوم المعنف، من هو أقرب واحد ممكن يتصل به أو يروح يقول له أنا أتعرض إلى تعنف، أو وين حتى يروح، وين يقدر يقدم بلاغ، وين يقدر يروح يوصل رسالته حتى يخلص نفسه مثل هذا التعنف اليوم، لأنه صار الموضوع كبير، ممكن الشخص فعلا يعني يترك أهله ويغادر أهله، يغادر البيت اللي قاعد به، وممكن حتى يروح في مجال يعني ما كان يتمناه حتى النفس. في الغالب بمجتمعاتنا عادة يلجأ الأشخاص اللي يتعرضون للعنف إلى الأقارب أو الأهل، لكن أيضا الكثير منهم يلجأ إلى القانون وإلى الدولة. وفي مجتمعنا مثلا موجودة الشرطة المجتمعية أو الشرطة الخاصة بالعنف المنزلي، وممكن يلجأون إلى القضاء. القضاء له قوانين في هذا الموضوع، كثير من القوانين اللي تعالج موضوع العنف المنزلي. طيب دكتور، يعني بصورة عامة كل مشكلة وإلها حلول، شنو أبرز الحلول المتاحة حتى ممكن احنا نقول بعد فترة العراق ما بي أي عنف أو تعنف أسري؟ موضوع زيادة التوعية هو من الأساس، من الأمور الأساسية اللي يقلل العنف المنزلي. معرفة الرجل والمرأة بحقوقهم وواجباتهم هو اللي قد يساعد على تقليل موضوع العنف المنزلي، لغرض حتى يكون هنالك عدم تجاوز من طرف إلى طرف آخر في هذا الموضوع. وبالإضافة إلى موضوع تطبيق القانون اللي هو يضع حد للعنف المنزلي. شكرا جزيلا لك دكتور أسامة عباس. دكتور نفسي جاوبنا على أسئلة مهمة جدا، اليوم الشارع كله يتكلم على موضوع العنف الأسري، والحلو بالموضوع اليوم بعد حادثة المرحومة ملاك، اليوم الكل بدوا يتكلمون وبدوا يحجون ضد العنف الأسري. يا جماعة يعني ماكو أحلى من الأبناء ومن البنات بالمنزل. أنا ما أعرف ليش الشخص يوصل لمرحلة من العنف الأسري، سواء مع الأبناء وحتى مع الزوجات. يعني اليوم
إذا كانوا أبناء فهذول نعم من الله سبحانه وتعالى، وإذا كانت يعني زوجة بالمنزل أكو حلول هواية غير العنف. يعني ممكن أنت اليوم إذا زوجتك ما تريد تستمر وياها يعني لا تحنفه، أكو محكمة أو قضاء وتقدر تروح يعني تنهي هذه العلاقة بالتراضي. يعني أنا ما أعتقد أنه أكو شخص يعني على مر التاريخ وعلى مر القصة اللي قريناها ما أعرف أنه أكو شخص اليوم عنف سواء أطفال بدون سبب وبطريقة وحشية أو عنف أحد أفراد يعني بيته، والله وفقه. يعني ما أعتقد راح يرتاح لا بالدنيا ولا بالآخرة. والحلو بالموضوع أنه اليوم إحنا كشعب الكل يعني ينبذ هذه الأفكار اللي يعني ما أعرف هل هي مستجدة، ما أعرف هل بسبب الوضع الاقتصادي بصورة عامة في المجال الدكتور أسامة، ولكنه إن شاء الله ربي يعني تختفي هذه الظاهرة السلبية اللي ما تليق بينا حتى كعراقيين. صوت وياكم نهاية حلقتنا هذا اليوم، انتظروني بالحلقات القادمة. مع السلامة.